خلي أقول لك شغلة وقد تحسب عليه 90%، أنا أنطي 90 يعني هي النسبة نعم. أعلى نعم. هي النسبة أعلى. ثقافة اللاعب اليوم بتوقيع العقود مفقودة عندنا بالعراق. هذا الموضوع أنا أعتبره من وجهة نظري بأنه عدم ثقافة اللاعب وعدم درايته بالأمور القانونية لانتقال اللاعبين بين الأندية راح يدخله في متاهات كثيرة. يعني هسه الآن لؤي العاني لاعب محترف، لاعب محترف من المغرب، وحاولنا بكل الوسائل لما ما كملنا جوازاته وجبناه للعراق ولعب منتخبات وطنية واستدعي وكذا ويتصرف هذا التصرف. فكيف الحال يعني مع لاعب آخر؟ أنا أعتقد هو الخطأ واضح من اللاعب، يعني يتحمل مسؤوليته بالكامل. الآن لاعب محترف، أين وكيل أعمالك؟ يعني هل وقع هو بشكل انفرادي لو عنده وكيل اعمال؟ انا مثل ما اعرف هذيك المره صارت عنده مشكله مع عنده سيد وسام الهاشمي اعتقد. اذا المفترض اذا عنده وكيل اعمال المفترض هو اول الناس يكون موجود ويطلع على العقد وكل امور قانونيه، ولا هو وكيل اعمال شنو يعني؟ اي لاعب مجرد ما ينتهي عقده هو له كل الحق انه يتفاوض مع نادي اخر قبل شهرين من نهايه الموسم او قبل شهرين من نهايه عقده، وهذا الشيء الطبيعي. يعني انا استغرب انه موضوع لؤي العاني وصل لهذه المرحله. لاعب جلس معنا، اتفقنا على كافه البنود الشخصيه، وقع مع الطلبه، استلم دفعه. احنا في نادي الطلبة راح نتخذ كافة الإجراءات القانونية، وهواي شنوا حملة علينا وطلعوا إشاعات انه إدارة النادي منحت الاستغناء للؤي العاني، لكن هذا الشيء غير موجود. لؤي العاني لم ولن نمنح الاستغناء مطلقا للاعب. انت تلعب دور محترفين وانتقلت الى دور العراقي، بقت عقليتك هي عقلية هواة، والدليل هذا هسه حتى الموضوع ما يستحق انه احنا نتكلم به. اليوم انا من ادي اروح اوقع واقول لا تندمت، شنو تندمت؟ وين رايح للمدرسة بالثالث ابتدائي والرجعك وغايب؟